تتواصل أعمال عصابة الإجرام الإرهابية الكهروتية لخروجاتها المستمرة منذ إعلان اتفاق السويد ومرور أكثر من 6 أشهر و15 يوم منذ ذلك الاتفاق بمختلف محاور مدينة الحديدة وضواحيها، ولكن هذه المرة تصعيد الميليشيات صوب مزارع الجبلية والتحيتة، والمحاولات المستميتة للميليشيات الكهنوتية لم تعد خروجات ولكن تصعيد ومؤشر لنسف اتفاق السويد من جذوره وقطع كل المساعي الأممية الرامية لتحقيق السلام في الحديدة وما يحدث هنا بالجبلية من تصعيد في تلك المنطقة من فلول الإرهاب الكهنوتية، خير شاهد على ذلك بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المصحوبة بهجمات مستميتة وحشد لعناصرها الكهنوتية. هنا الأشاوس من العيون الساهرة ردا على التصعيد الأخير والهجمات المستميتة الميليشاوية، نفذ أبطال الكتيبة 6 من اللواء 2 حراس الجمهورية بتمشيط لمصادر النيران وردع فلول الظلام الكهنوتية وإخماد مربض النيران للحد من الجرائم والانتهاكات والتسللات الميليشاوية المتواصلة على مواقع الأبطال بإسناد من إخوانهم ألوية العمالقة وصقور تهامة. وبهذا تمكن الأبطال من تمشيط نقطة تجمع عناصر الإرهاب الكهنوتية بمزارع الجبلية وفرار تلك المجاميع الميليشاوية. بالنسبة لمنطقة الجبلية الأمور طيبة وبخير، والمعنويات حق الجيش مرتفعة جدا، تم استعادة وسيطرة على عدد من المواقع وبالمشاركة مع قوات العمالقة والقوات التامية وحراس الجمهورية يتم الآن مطاردة فلول أو شرذمة الحوثية المتواجدة هناك في المواقع الخلفية، وإن شاء الله سيتم تطهيرها ونضمن المواطنين في التحيتة بشكل عام وفي الجبلية بأنهم سيلقوا كل احترام وتقدير من أخوانهم في حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية بشكل عام والعمالقة وكل الوحدات. مؤكدين أبطال حراس الجمهورية بأنهم منتظرين توجيهات القيادة لحسم المعركة مع إخوانهم أبطال العمالقة وصقور تهامة وملاحقة العناصر الكهنوتية أينما فرت وأينما حلت لتخليص الوطن من هذه العصابة التدميرية ناقضة العهود والمواثيق، معاهدين الله والوطن والقائد طارق صالح بأنهم لن يستريح لهم بال إلا بعد إعادة الأمن والاستقرار والوطن المسلوب وكرامة أبنائه المنتهكة من قبل هذه العصابة السلالية الممولة إيرانيا. بعدهم الآخر قطرة من دمائنا، نطهر الأماكن من دنس الحوثي وميليشيات الحوثي، وبعدهم بعدهم الآخر معنويات عالية مرتفعة والحمد لله، وبعدهم الآخر قطرة من دمائنا. هكذا هم الأبطال مصرين على تطهير ما تبقى من مديرية التحيتة وملاحقة خفافيش الظلام. لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من منطقة الجبلية مديرية التحيتة محافظة الحديدة. بالروح بالدم نبتيك يا يمن، بالروح بالدم نبتيك يا يمن.